السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة أول حلقة نرسمها في رمضان، إن شاء الله تعجبكم. ونبدأ رسمتنا برسومات، هنرسم رسمة دردشة الأول مع بعضينا في بورتريه، بس هنرسمه نفس البورتريه بتاع اللايف اللي احنا عملناه قبل كده. في ناس كتير منكم ما شفتوش، احنا هنوريكم كل حاجة اللي احنا عملناه في اللايف، وهنعمل تطبيق قاعدة لوميس بطريقة سهلة وهنرسم عليها القاعدة. يعني احنا هنعمل الطريقة بتاعت البورتريه الأول، بعد كده نرسم عليه القاعدة بتاعتنا، إن شاء الله هتعجبكم. أول حاجة في رسمتنا النهاردة هنبدأ نطبق قاعدة لوميس بس بطريقة جديدة، غير الخمس دوائر أو الثلاث مثلثات. نبدأ مع بعض. أول حاجة هنرسمها يا جماعة، هنرسم خط كده، خط رأس عادي وخط أفقي بنفس الطريقة دي كده. دول خطين. هبدأ أعمل خط، ده هنقول إن هو خط الحاجب، وبعد كده خط العين بتاعنا بنفس الطريقة كده، وهنبدأ نشتغل على الرسمة بتاعتنا. ناخد خط صغير هنا، وبعد كده رسمتنا هتكمل على الشكل ده كده. دول أربع خطوط، خط أفقي وخط رأسي اللي هو ده خط الحاجب. زي أي رسمة إحنا بنرسمها، وده خط العين. ماشي؟ وده خط منتصف الوجه. ده خط منتصف الوجه. هنشتغل عليه إزاي؟ يلا يا فنان ويا فنانة، اشتغلوا معايا زي ما احنا هنعمل بالظبط. اعمله، هات ورقة وقلم وارسم معايا عشان تبدأ تشتغل على بورتريه من غير قواعد، من غير اي مثلثات او دوائر، تشتغل بايدك حرفية اكتر. هبدأ اعلمكم ازاي تشتغلوا على بورتريه من غير دوائر ولا مثلثات ولا قاعدة لوميس، بس احنا هنطبق القاعدة من جوه جوه مش من بره. في الاول من بره كنا بنرسم دايره، بعد كده كنا بنشتغل عليه من جوه. احنا دلوقتي هنرسم اللي جوه، وبعد كده نطبق الدايره بتاعتنا ازاي، واشرحت الرسمه معانا ازاي. اول حاجه ده الخط بتاع المنتصف، انا باجي هنا واخد جزئيه كده، المسافه دي كده اهي، نفس المسافة هنا. لو انا قستها هقيسها من الناحية التانية عشان ابدأ اعمل نفس المسافة دي. هي دي، خدت المسافتين كده، وهاخد المسافة التانية من هنا كده. وبعد كده أبدأ برضو أقيس، أرجع بالمقاسات بتاعتي أقيس الرسمة وصلت لحد فين. عشان ما تبقاش المسافة أقل من المسافة التانية، ونشتغل كده مع بعضينا واحدة واحدة. ده خط الحاجب زي ما احنا قلنا، هنبدأ نرسم عليه حاجب بالطريقة دي العادية كده بتاعتنا، وناخد الخط من ناحية تانية كده. أنا رسمت حاجب بنفس الطريقة دي، هاخد خط منه وأطلع بيه الناحية التانية بحيث إن تبقى نفس المسافة بتاعتي،
عشان انا ما اطلعش بره بالحاجب بتاعي عن الحاجب التاني، واجي اخد الخطوط المقابله بتاعته كده، هاجي الاقي المسافه دي غير دي، اخد خط من جوه من جوه جوه واشوف الخط ده كان واصل لحد فين واخده كده، واجي بالاستيكه بتاعتي ماسح المسافه اللي في النص اللي فوق دي. كده يا جماعه انا رسمت حاجبين مقاس واحد وزي بعض بالظبط. باجي بصباعي كده اخد الارضيه بتاعت الحواجب بتاعتي. هنبدا نرسم العين. نرسم العين هناخد خط كده من اول الحاجب لتحت، واخد خط لاول الحاجب من تحت، اجي اخد العين بتاعتي اللي هو الخط الفوق ده، واجي اخد القناه الدمعيه بتاعتي وانزل بخط مقابل ليه. عاوز ارسم شكل العين دي، اوصله لشكل العين دي، اخد خط من هنا من اول العين بتاعتي لاول الحاجه العين بتاعتي من هنا، واخد الخط بتاعي نفس الرسمه زي ما بتقول بالظبط. اجي اخد برضو الخط اللي تحت ده، اخد هنا كده، اخد القناه الدمعيه بتاعتي وابدا ارسم خط المايل بتاعي اللي تحت. لقيت الخط بتاعي تقل بمسحه وابدا اشتغل عليه تاني. كده خدت دي هي نفس دي بنفس الخط التالي. قناة الدمعية دي بروح واخد منها خط كده، واخد من هنا برضو نفس الطريقة خط كده مايل لجوه بدوران كده، والدوران ده هستغله بعد كده في شغل التظليل. دلوقتي جينا لمرحلة الأنف. زي ما قلنا قبل كده إن إحنا بنيجي هنا وناخد الدايرة بتاعتنا الصغيرة، باجي اخد دايرة في نص الخط كده، واجي من هنا اروح نازل واخد دايرة تانية بنفس الطريقة دي كده كده، اروح واخدها كده مخفف التظليل بتاعها. اهم حاجة انا عملت التلات دوائر بتوعي نازلين بالظبط زي ما الكتاب بيقول. الدايرة الكبيرة اللي في منتصف الخط، والدايرة الصغيرة التانية اللي من هنا، برضو اجي امسح اللي انا عملته. اجي اخد تحت كده، واجي اخد من هنا لفوق كده كده، اخد من هنا يا جماعة خط، اعمل الجنب ده كده مثلث، واخد شرطه بسيطه كده، واخد برضو نفس الطريقه من هنا خط كده، واخد الشرطه بتاعتي صغيره بسيطه هنا في نص الدايره دي، وراح واخد المثلث بتاعي اللي هي فتحه الانف بتاعتي كده، واخد هنا برضو المثلث بتاعي اللي هي فتحه الانف بتاعتي. هنا انا رسمت الفتحتين بتوع الانف بالظبط كده، باجي اخد من هنا خط ينزل تحت كده، وخط من هنا ينزل تحت كده، يبقى انا كده حددت الانف بتاعتي
بالظبط. انا كده حددت الانف بتاعتي، وعشان اظهرها قوي لما تيجي تتظلل معايا هتشتغل معايا بالظبط زي ما الكتاب بيقول. بعد الحته دي يا جماعه، بعد الحته دي بالظبط، باخد دايره صغيره كده. الدايره دي بتظبط لي اول الشفه التحتانيه، الاول الشفه الفوقانيه بتاعت الفم. ليه الدايره دي زي ما هي كده؟ باخد الشكل ده كده واروح منزله تحت كده. معايا؟ كده، واخد انحناء منه بسيط كده. بنفس الطريقة دي كده، انحناء منه بسيط. عاوز اخد المسافة دي واعملها في النص كده، في منتصف كده. اطولها زي ما انا عاوز، خفيف خفيف كده، زي ما قلنا قبل كده ان احنا بنعمل ايه؟ بناخد القلم من اخر عشان يطلع بخط خفيف اقدر امسحه بعد كده لما اجي اخد شكل الوجه. وزي ما انتم شايفين كده، انا خدت الخط اللي في المنتصف. اجي هنا ارجع تاني للعين بتاعتي، اخد خط تقيل كده الزوجي بتاعي اللي انا هتقل بيه العين، وهنا نفس الطريقه اخد الخط الزوجي بتاعي اللي انا هتقل بيه العين كده، واجي اخد نن العين من جوه. وزي ما احنا قلنا النن بتاع العين يا جماعه، احنا بنسيب التلتين فوق بره خالص، وباخد التلت الصغير من تحت ده، باجي اخد عشان اخد كده زي ما انتم شايفين الخط بتاع الكسره بتاعت العين من فوق. كسره العين من فوق لازم توصل للخط بتاعنا. اخد برضو نفس الطريقه كده، واخد التلتين بتاع العين كده، واخد الخط بتاعي الكسره بتاعت العين بنفس الطريقة دي كده كده كده. بالشكل ده انا وصلت للكسرتين العين. انا برسم شكل عادي، ما برسمش من بورتريه اصلي، لا انا بشرح شغل ازاي نعمل بورتريه من غير قاعدة لوميس، بس هنطبق عليها قاعدة لوميس بعد ما نخلص شغلنا، وهوريكم ازاي القاعدة اشتغلت عليها من غير ما ارسمها وابدا ان انا اشتغل عليها. عملت دي كده، اجي اخد من نص العين او من اخرها خط لتحت عشان فتحه الفم، او من اولها كده عشان فتحه الفم على حسب الشكل بتاعي، واروح عامل نقطه سوداء تقيله كده من هنا لهنا، واخد من هنا برضو نفس الطريقة كده، واخد نقطة سودة تقيلة كده كده. انا خدت المسافة بتاعت الفم على البورتريه اللي انا برسمه المجازي اللي انا بعمله، وراح واخد هنا زي ما انتم شايفين كده السبعة دي بتبقى سبعة موجودة هنا وتطلع كده وتطلع تاني كده. باخد السبعة اللي هنا تحت بنفس السبعة بتاعتي كده، وراح واصل لحد النقطة بتاعت اللي هي هنا، واخد على حسب بقى الشفة بتاعتي التحتانية هل هي كبيرة أو صغيرة على حسب البورتريه اللي معايا، واخد التظليل ده من هنا من تحت لفوق كده، واخد التظليل ده كده من تحت لفوق وده من فوق لتحت كده. اجي بالودانه بتاعتي ابدا ان انا اتقل الجزئيه دي اللي انا عملتها، بسيح اللي انا عملته تطلع
شكل الشفة التحتانية والفوقانية بالظبط زي ما الكتاب بيقول. ازاي تطلع فم، اطلع فم من غير ما ارسم الفم نفسه، بس بالتسريح بتاع الرصاص بتاعي ابدا ازاي اطلع فم وابدا اشتغل عليه كده. راح واخد بقى دي كده، وراح واخد دي كده، واخد ده كده شويه، واخد ده شويه كده، راح واخد الخطوط بتاعه الفم بتاعتي اللي احنا قلنا عليها قبل كده كتير. انا كده رسمت الفم زي ما الكتاب بيقول بطريقه سهله وبسيطه جدا. عملت التظليل بتاعي عشان اشتغل على الفم. ابدا ان انا اظلل هنا شويه، كده انا ظللت شويه وخدت هنا تظليل برضو شويه، واخد من هنا من تحت الشفه التحتانيه كده، واجي بالودانه بتاعتي ابدا ان انا اسيح المنطقه اللي تحت الشفه كده، وابدا ان انا برضو اسيح كده. بنفس الطريقه بتاعتي انا دي كده بشتغل على الفم بتاعي، والانف نفس الطريقه باجي من تحت لفوق اهو، واخلص اسيب الدايره اللي في النص دي عشان تبقى نقطه الاضاءه بتاعت الانف بتاعتي. ومن تحت برضو نفس الطريقه اخد من هنا السبعه اللي انا عاملها دي كده اللي هي اللي تحت دي، واسيب نقطه الاضاءه بتاعتي واشتغل على الانف من تحت لفوق كده. وبعد كده ابدا اظلل فوق العين وانزل بتقل شويه كده، واخد الحته دي برضو نفس الطريقه كلها، كده، واجيب برضو نفس الطريقة هنا كده تظليل، واخد من هنا برضو نفس الطريقة لبره الجزئية اللي فوق هنا كده، واظهر الخط بتاع الكسرة بتاعي. طول ما انا عمال اتقل اظهر خط الكسره بتاعي، واجي اخش جوه شويه كده عشان اعمل خط في النص كده كده يا جماعه، وخط من هنا عشان يبقى ده نقطه الاضاءه بتاعتي اللي انا هشتغل عليها. زي ما انتوا شايفين اهو، باخد الحته دي كده مع بعض، واجي اخدها بصباعي كده، اروح واخد نفس الطريقه من هنا، واجي اخدها كده. اجي بالودانة بتاعتي ابدأ ان انا اسيح الرصاص بتاعي اللي انا عملته من هنا، واسيب نقطة الاضاءة اللي في المنتصف الدايرة بتاعتي اللي انا كنت عاملها، واجي اخد اسيح كل الرصاص بتاعي. كده بالظبط يا جماعة انا رسمت العين بتاعتي، وابدأ اظلل هنا وهنا، اخد دوران العين، وهنا برضو نفس الطريقة دوران العين اطلع بيه لجوه شوية، ومن هنا نفس الطريقة كده عشان اظهر العين، واجي بالودانة بتاعتي برضو
اخد كده العين كلها كده، واخد الداخلي بتاعي النني، واخد هنا وهنا، وابدا ان انا انزل بيه تحت كده عشان اخد السواد اللي تحت العين، اللي هي الحته الغامقه اللي بتبقى تحت العين دي كده، بدوران العين نفسها. ودي برضو نفس الطريقه بدوران العين نفسها. اجي في منتصف النني هنا، اروح واخد الدايره السمراء بتاعتي اللي انا هطلع منها خطوط كده، ودي نقطه الاضاءه اللي في العين اللي هو المثلث ده. وهنا برضو نفس الطريقه نقطه الاضاءه اللي في العين اللي هو المثلث ده، باجي اطلع خطوط كده بنفس الطريقة كده. هاجي بقلم أتقل شوية أظهر العين بتاعتي، آخد الخط التقيل اللي فوق ده وأسود الجزئية اللي أنا سبتها فوق، وآخد نني العين الدوران بتاعه الخارجي، وآجي هنا برضو نفس الطريقة أتقل الجزء اللي فوق ده، واجي اخد نن العين برضو بنفس الطريقة بدوران ده عشان اظهر النن بتاعي كده. انا ظهرت الاتنين، واجي اظلل جوه العين كده، واجي اخد خط اللي هو من فوق هنا، واجي اخد الخط بتاعي اللي تحت ده على الدوران اللي انا عملته في التظليل، واجي اخد برضو نفس الطريقة الخط اللي هنا، واجي اخد خط اللي تحت كده بنفس الدوران بتاعه، هنا كده كده ظهر الشكل قدامي شوية بسيط. واجي انا خلصت دي كده، رحت داخل هنا بقى الجزئية دي، بدل ما بتبقى مدورة كده لا انا بعملها السبعة بتاعتي، وباجي اخد الاستيكة بتاعتي أبدأ أطمس السبعة اللي تحت الأنف دي، بنفس الطريقة كده. ولو عاوز أظهر الفم ممكن أخد خط رفيع كده من فوق كده، واحدة واحدة مع بعضينا عشان، واجي اخد علامة كده من هنا وعلامة من هنا صغيرة كده اللي هو بتيجي كده وده كده. هنا انا عاوز بقى اكمل الوجه بتاعي بالطريقة اللي انا عاوزها، حاجة خفيفة. ابدأ ان انا الحتة دي اروح واخد دايرة بسيطة وهمية زي ما اتعلمنا كتير، واخد منها الجزئية اللي تحت دي تقيلة شوية، اجي هنا اسيب العين، واجي بعديها بشوية كده بسنة اخد خط افقي كده رأس كده، واجي هنا برضو نفس الطريقة اخد خط رأس كده، اسيب دول كده واروح نازل لحد هنا لحد الفم كده، حد الأنف، حد الخط بتاع الأنف،
واخد برضو نفس الطريقة لحد خط التعقيم هنا، وراح واخد الدوران بتاع الوجه بتاعي، وهنا نفس الطريقة الدوران بتاع الوجه بتاعي. انا رسمت الدوران كده عشان احدد شغلي انا هشتغل عليه ازاي، وحسب دوران الوجه اللي انا برسمه. دوران الوجه اللي انا برسمه يا جماعه بشكل تاني خالص غير اللي احنا بنعمله ده، عشان كل وجه ليه دورانه، كل وجه ليه دوران. في كيرف بيبقى كده ونازل كده، وفي كيرف بيبقى نازل حته واحده، ده على حسب تخن الوجه بتاع اللي موجود معايا، هل هو وشه كبير ولا وشه رفيع ولا وشه مدور، على حسب الوجه بتاعه. واجي اخد بايدي كده محدد الوجه بتاعي اللي انا عملته كده بالتظليل خفيف كده بايدي، عشان ابدأ ان انا اطلع ملامح الشخصية اللي معايا، البورتريه اللي انا هعمله كده بنفس الاسلوب كده. عاوز انا اعمل الاذن، الاذن بتبقى من اول الحاجب لحد فتحة الانف، يعني بطلع من هنا بنزل بدوران كده وروح طالع على رفيع وبسيط كده، واجي اخد من فوق كده وانزل النزلة بتاعتي انا، واجي اخد السنة دي كده في النص واطلع منها بجزئية تانية دي، انزل بيها كده كده، واخد دي كده اللي هي علامة التسعة بتاعتي، واجي نفس الطريقة هنا اخد من اول الحاجب لحد الانف اللي هو ده، واجي اخد الدوران بتاعي وانزل بالأذن بتاعتي واجي اخد هنا في نص دوران كده، واجي اخد منه كده اخد دي نفس الاسلوب كده. ويا جماعة اللي عاوز يشوف الحلقات بتاعة الأذن لوحديها موجودة، واللي عاوز يشوف حلقات الفم والأنف لوحديها كل ده لوحده موجود. كده زي ما انتم شايفين بنفس الشكل ده كده هيطلع البورتريه بتاعي، وخط الجبهة هعمل كده اخد هنا خط ينزل كده وينزل هنا كده، اخده كده بايدي بالتظليل بتاعه نفس الاسلوب ده كده، لو عملته كده هنجح فيه. كده واجي اخد الشعر بتاعي بدايته من هنا وانزل بيه كده، ونفس الطريقة الناحية التانية كده
وانزل بيه كده. وفي حلقات برضو عن الشعر في قناة فن الرسم حاتم المصري، هتلاقوا كل حاجة موجودة عن البورتريه، وكل حاجة على حدة، وكل حاجة لوحديها. ولو عايزين تتعلموا طريقة لوميز برضو نفس الطريقة، في فيديوهات لينا على القناة. طبعا انا مش هكمل الشعر عشان هو سهل وفي حلقات موجودة عليه كتير للشعر لوحده. كده انا رسمت البورتريه بتاعي. طيب احنا هنا خلصنا البورتريه بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. عايزين نظلل. طيب احنا التظليل بتاعنا بيبقى خفيف قوي، ما بنظللش قوي، لان احنا في حلقه بنبدا نشتغل على رسمة البورتريه نفسه، ما بنرسمش التظليل. التظليل عاوز حلقات تانية لوحديها نبدأ نشتغل على التظليل بيها. التظليل عاوز حلقات يا جماعة لوحديها، حلقة نشتغل على التظليل نفسه بس. انا بظلل خفيف خفيف، بوريكم ازاي بنرسم شكل الانف وشكل العين. واصور لكم ملامح الانف بالقلم الاسمر بتاعي. ناخد ديت كده وهي تانية. دي اللمسات اللي بتبقى النهائية، دي بتبقى لمسات نهائية احنا مش هنشتغل فيها في البورتريه. الا لما نخلص بورتريه خالص نبدأ نرسم نهائي. النهائي اللي هو اللي ما بتمسيحش بقى، النهائي ده ما بيتمسحش خالص. كده زي ما انتوا شايفين النهائي ده ما بيتمسحش نهائي يا جماعة، عشان كده بيبقى آخر البورتريه بتاعي اللي أنا برسمه لأي شخص برسمهوله وأوريهوله إزاي بنشتغل عليه. الحاجب بقى يا جماعة أنا هرسمه بالقلم الرصاص العادي. الحاجب بيبدأ من هنا من المنتصف كده. كده من الناحية ديت بيبقى عكس اللي أنا رسمته من هنا. ومن هنا باجي آخد خط كده اهو، من هنا نفس الطريقة كده باجي اخد عكس طريقة، وهنا نفس الطريقة كده باجي اخد كده 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 كده، باجي في النص اروح واخد العكس بالظبط. كل واحد على حسب الشكل بتاع البورتريه اللي هو بيرسمه. عشان كده انا ما برسمش الحاجب الرموش بتاعت الوجه العين، عشان كل شكل ليه طريقة رموش معينة. في بيبقى تقيل في النص، في بيبقى تقيل في الجنب، في بيبقى خفيف هنا، في خفيف هنا، في رموش قصيرة، في رموش طويلة. عشان كده أنا ما باخدهاش في تعليمي كتعليم الرموش نفسها.
لانها بتبقى على حسب الوجه اللي انا برسمه الطبيعي. اخد ديت اظهرها شويه واظهر دي شويه، ولو عاوز اخد هنا كده واجي عند الفم عشان اظهره، اخد نقط الاضاءه ديت زي ما انتم شايفين كده، واجي اتقل الاجزاء اللي انا عاوزها تتقل كده، واجي اخد خطوط اللي هي في الفم اللي هي في الشفة التحتانية دي كده، ولو عاوز اعمل من تحت اعمل جزئية من تحت عشان تظهر الرسمة بتاعتي. يا ترى كده خلصت حلقتنا؟ لا لسه، هنشتغل على طريقة لوميس ازاي كانت بتتبني بالطريقة اللي احنا عملناها العادية ديت. طريقة لوميس كيف بتبين ازاي؟ الوش ده يا جماعة من هنا لحد هنا ده بتبقى الدايرة، الدايرة بتاعة الوجه كله من هنا لحد هنا كده كده، دي الدايرة الوجه بتاعي اللي هو الدايرة اللي انا بعملها في الاول خالص. خط المنتصف بتاع الدايرة بيبقى الحاجب العين، خط المنتصف بيبقى الحاجب مؤاخذة، أنا آسف، هي خط المنتصف بيبقى خط الحاجب اللي أنا بشتغل عليه، وبعد كده بخطط للعين بالنسب بالنسب اللي أنا عاوزها وبعملها. هنا خط الشعر بيبقى التلت الأخير في الدايرة، خط الفم بيبقى التلت الأخير في الدايرة من هنا ومن هنا، يعني كده التلتين دول والتلتين هنا كده، ده منتصف الدايرة اهو، في التلت ده بتاع الفم، والتلت اللي فوق بتاع الشعر، والتلت اللي في النص بتاع العين بالأنف. باخد الدايرة بتاعتي وباخد منها الخط اللي هو الرأسي والخط اللي هو أفقي، الخط الأفقي بتاع الحاجب وخط الرأسي بتاع الجبهة اللي هو انا ممكن اعمله كده من هنا اهو، بينزل كده بينزل لحد تحت كده، اللي انا بعمل عليه الدايرة بتاعتي البسيطة دي عشان ابدأ ان انا ارسم شكل الوجه. وبكده نكون طلعنا قاعدة لوميس، طبقناها من غير ما نرسمها ومن غير ما نشتغل عليها زي ما انتوا عاوزين. والخط زي ما انا قلت يا جماعة، الخط عاوز خط تقيل بمسك القلم كده اهو، عاوز خط خفيف بمسك القلم من الاخر اهو. دي ملاحظات لازم تشتغل عليها وتعرف ازاي تمسك القلم وترسم وانت بترسم البورتريه. وبكده تكون خلصت حلقتنا مع قناه فن الرسم لحاتم المصري، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.